أيها الأخوة المشاهدون عبر قناة بازيدان، انتهت المباراة الافتتاحية، فاز فريق الفيلسوف بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2. معنا في هذه اللحظات كابتن فريق التحدي الكابتن ياسر بامزاحم. ياسر، حدثني عن أجواء المباراة الرائعة اللي خضتوها. والله أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله بدأنا يعني المباراة افتتاحية صراحة مجموعة حلوة، قدرنا المباراة كانت طيبة والله من جهتنا، استمتعنا صراحة، استمتعنا، كان فيها جدية وقوة وكل شيء وحماس، وانتم كذا اكيد استمتعتوا معنا. قدرنا بس الله مرة تعادلنا، طلعنا بنقطة، كنا نتمنى نجيب الثلاثة بس ما قدرنا. ياسر، هل تعتقد ان الفريق اللي تلعب له فريق متكامل، شات انك تقوم بعدة ادوار؟ والله تقدر تقول فريق متكامل صراحة، بس يمكن أجواء المباراة افتتاحية وحطناهم تحت ضغوط صراحة، إن إحنا اللي جبنا الكاس قلنا لهم افتتاحية وأجبرتهم، أنا صراحة كلهم أنا جايبهم، أجبرتهم كل واحد يقوم بأدوار صراحة ميلوا، يمكن كلهم معروفين تقريبا يلعبوا مع فرق معروفة، يعني ضغطنا شوية صراحة، ضغطنا حتى بداية الشوط الأول ما قدرنا نلعب كرتنا، بعدين الشوط الثاني ها قدرنا نرجع والحمد لله أن طلعنا بنقطة. اليوم بعد كل هذا العمل لافتتاح هذه البطولة، هل تعتقد أن هذه الأجواء هيئت بعد ذلك لإقامة بطولة قوية في هذا الملعب باسم دورة أسعد العلاف؟ والله أكيد، والله أكيد، إذا بداية زي كذا أكيد يعني في شيء يبشر بالخير، شيء أكيد إن شاء الله. طيب إيش رسالتك إلى اللعيبة زملائك؟ والله نقول لسه هذا أول مباراة وقدامنا أربع مباريات، ثلاث مباريات، وإن شاء الله خير وإن شاء الله نمتعكم وإن شاء الله نقدم الأفضل. شكرا.